اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ارحب بضيف العزيز الدكتور ايهاب فكري، الاستاذ والكاتب والباحث في علم الاداره. اهلا دكتور ايهاب. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. من ساعه ما قلنا اداره وازاي تخطط لحياتك، وهي جمله متكرره يعني رامي حسن بيقول ازاي احط لنفسي خطه لحياتي وتنظيمها والدنيا كلها من حولي مدربكه ومتنيله بنيله. رامي بيقول اذا كان بتوع السياسه المثقفين المتعلمين مش عارفين يخططوا لمستقبل البلد، احنا بقى اللي هنخطط لنفسنا تيجي ازاي دي. سامي بيقول عندي افكار كتير جدا ونفسي اطور نفسي في شغلي، بس مش عارف ايه الخطوات اللي ممكن اخدها، يا ترى ازاي احط خطه لنفسي عشان اترقى في شغلي. تمام. احنا عندنا خطوات، يعني اللي عايز يغير حياته ده، حد عايز يترقى في شغله، حد عايز يشتغل. تمام. حد مش لاقي طريقه للشغل، كلها محطات. صحيح. نبتدي ازاي؟ نبتدي بشكل صح. اول حاجه نقول انه مفيش حاجه اسمها كيف تصبح مديرا في 3 ايام. أيوة. وكيف تصبح ابن حلالا في 6 دقائق، مفيش حاجه اسمها كده. ولا كيف تصبح مليونيرا ولا ازاي تنجح بالشقه. بس عشان تنجح بالشقه بالترتيب الصح. احنا مظلومين ان الاداره ما احناش فاهمين، مش فاهمين حكايتها ايه. وانا عندي بحث عملته مع بعض المتخذين القرار وسالتهم يعني ايه اداره، مفيش واحد جاوب اجابه زي التاني. متخذ القرار يعني بعضهم يعني يعني وبعدين يبتدي يعوم، يعني عارف لما ابقاش عارف التعريف ابتدي اقول يعني الاداره ان انا يعني اجيب واحد او اجيب اثنين او يروح مني كده. يعني في نظريه اسمها نظريه الاربع كلمات، بتقول لو انا مش عارف اعبر عن اللي جوايا اول اربع كلمات ليهم معنى قوي يبقى انا مش فاهم قوي. يعني لو واحد مثلا قال يا سلام مصر، هو في زي مصر ده، مصر دي احسن، يا سلام والله. والواحد لو مش مصري ده كلام ما يعيش. لكن في واحد زمان قال لو لم اكن مصرية، فالكلام بعد كده عايش. اول اربع كلمات لقد ولدتنا امهاتنا احرارا، يعيش الكلام. الشعب يريد اسقاط النظام، فالناس تسمع وتمشي وبتاع. في نظريه اسمها الاربع كلمات. ففي اربع كلمات قول لي كده ايه الاداره، تلاقي في مشكله كبيره. حتى الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يا ريت هو مع نفسه يقول الاداره اللي هي ايه كلام. فانا عايز اقول لهم الاداره 3 حاجات، مش مهم التعريف. مش اربع كلمات، مش اربع كلمات، تحت كده كمان، اقل من كده كمان. التخطيط، التنفيذ، الناس اللي بتخطط وتنفذ. ويا ريت يفتكروا المنظر، انا في المحاضره اعمل كده 1 2 3 عشان ما ينسوهاش. تخطيط وتنفيذ والناس، اللي الخطه مش هيجي لي من فوق من السماء ولا التنفيذ هيجي لي من فوق من السماء. طبعا الله سبحانه وتعالى هو القادر، ولكن احنا بنتكلم في عالم السببيه يعني. نعم. فبنقول انه علشان انا اشتغل على نفسي واعرف اخطط، ادينا شايفين مشاكل في كل حته. في قبل ما نتكلم في الاداره، في 8 حاجات اسمهم كده يا فندم، اسمهم ما لا يسع الانسان جهله. يعني ايه؟ يعني الانسان ما يقدرش يدفع تكلفه انه ما يعرفش الحاجات دي. ده بدايه الكلام. وارجو ان كل واحد فينا ماسك كاميرا وبيبص على الحكومه وعلى المؤسسه دي وعلى المجلس وعلى بتاع، ارجو بقى يجيب الكاميرا دلوقتي وبص على نفسه. لان انا دلوقتي هقول له 8 حاجات، والثمان حاجات دول من غيرهم انا ما اطمنش على مراتي، ولا اطمن على ابني، ولا اطمن على شريكي، ولا اطمن على نفسي. انزل الدنيا والثمان حاجات دول مش عندي. بدايه الموضوع الثمان حاجات دول، ما لا يسع الانسان جهله. اتمنى لو حد بيكتب، وانا عارف حاجات بتنزله على اليوتيوب ومشاهده هايله وكل حاجه، انا كاني حطيتهم قدامي كده بعد اذن حضرتك 8، وهبتدي اخدهم واحد واحد كده واطلعهم فوق، وحضرتك تحكم عليا والناس يحكموا، تقول لي لا مين اللي قال ده، ممكن نعيش من غير دي، ايه المشكله؟ طيب دي ملهاش علاقه بان انا هشتغل مدير او مش مدير. نعم. دي علاقه ان انا انسان. بعد كده ابتدي اتكلم في الاداره واليات الاداره والتفاصيل وكده، لان انا لو دخلت على طول في اليات الاداره من غير ما اتكلم في دي، الناس بتقع مننا. حلو قوي. انا اقول لحضرتك ان هي قالت له يا بابا انا عايزه موبايل، قال لها لا. قلت له انا كل ما اطلب منك حاجه تقول لي لا، قال لها اه. قلت له طب انا مش طالبه حاجه تاني في البيت ده، قال لها احسن. ده ايه ده؟ ده حوار عادي جدا اسمه في علم فن الكلام حوار الاقاصي. وهي بتتكلم من اقصى اليمين عايزه الموبايل، وهو بيرد من اقصى الشمال مش عايز حاجه خالص اصلا، مش عايز يجيب لها حاجه خالص. هي عارفه ان هو واقف على اقصى الشمال، بس هي بتكلمه برده من اقصى اليمين، ما يتقابلوش في النص ابدا. كم من حوار الاقاصي في حياتنا؟ كم بيت اتخرب، وكم بزنس باظ، وكم حزب مش عارف ايه، وكم مجلس ايه، وكم نتكلم بقى للصبح، وكم يعني علاقه في العيله. كلنا عايزين نخلص واحنا قاعدين على طول في الحوار. الانسان عامل زي اللي بيزق عربيه على مطلع، فبيزقها قوي قوي قوي، ويروح سايب العربيه وجري بسرعه راكب، ويحاول يدور تكون نزلت تاني الحبه اللي زقه نفس المسافه. لكن الزكي حاطط في جيبه زلط،
يزق شويه ويحط الزلطه ويقف ياخد نفسه ويزق شويه لغايه لما توصل لحته لما يركب وينزل يعرف يدور. فاحنا دايما عايزين نخلص الحوار الطرف الاقصى اليمين واقصى الشمال عايزين يخلصوا في نفس الوقت. اول واحده فيهم يا فندم اسمها فن الكلام. فن الكلام ازاي نتحاور مع بعض اللي خارج من احسن الجامعات العالميه لما يشتغل في مؤسسات دوليه زي اللي بنشتغل فيها. اول حاجه نقولها له لو سمحت بعد اذنك تعالى بنقول لك احنا هنا بنتكلم مع بعض ازاي. ده موضوع مهم جدا. ايه هي اربع انواع المقاطعه اللي بتبهدل اي حوار؟ ايه الفرق ما بين الجدل والنقاش؟ الصدق والصراحه، الثناء والتشجيع والنفاق. احنا احيانا التشجيع يتقلب نفاق، عندنا مشكله في الحكايه دي. اتعلمنا طول عمرنا ازاي نجاوب. عمرنا يا استاذ خيري ما اتعلمنا فن السؤال. الكلام ده ممكن الاقي مهندس وشرطي ومحاسب وعالم وما اتعلمش الكلام ده، بيخرج ما اتعلموش. اول واحده فيهم كده فن الكلام، نعرف نعيش من غيرها ولا لا. ده 32 نقطه، واحنا ممكن في يوم من الايام هنتكلم على اربعه. انا عملت كده في كتاب فن الكلام اربع نقط بس لان كثير والكلام ينسي بعضه بعضا. نعم. اربعه دونهم الموت، لو راحوا مني الحياه تختلف. انا كده عندي سبعه هم بقى وطلعت واحده فوق. فن الكلام فوقها. ايوه. وحد يقول لي لا انا مش مهم يعني موضوع الكلام ده. الحاجة التانية، ربي ابنك علشان يبقى صلاح الدين. في مقولة كده ماشية اليومين دول، فين صلاح الدين؟ طب هي ربت ابنها عشان يبقى صلاح الدين، وأنا ربيت ابني عشان يبقى صلاح الدين، وحضرتك ربيت ابنك صلاح الدين، مين يبقى صلاح الدين؟ العيال هتموت بعض. لأن أنا بربي الولد يبقى قائد، يبقى نمرة واحد، يبقى الأول على الفصل. هذا يرجع إلى ما يسمى بالعقيدة الرأسية. يعني إيه رأسي؟ يعني إيه؟ حاجة واقفة كده؟ رأسي كده. فلما أجي أقول له مثلا محاسب، لا مهندس، مقاول، عامل، رتبهم لي كده، هيقول لي اه طبعا مهندس في الاول كده، مقاول تحتيه، وانا عامل تحت، مش مشكله. الفكر الناس اللي عندها العقيده الافقيه يرتبهم لي باي طريقه جنب بعض. المشت لازم يبقى متساوي، يعني مش في فرق ساعه، في فرق ساعه طبعا، حته تخينه وحته رفيعه، بس لازم يبقى كله متساوي عشان يشتغل. فتقول لها والله دي فلانه دي بنت حلال، فتقول حق الله وانا بقى البنت مش عارف ايه. ليه؟ لانه هي بنت حلال وانا بني ايه؟ هو كويس يبقى انا ايه؟ هو ناجح يبقى انا ايه؟ صلاح الدين، العقيده الراسيه. احنا حقيقه القياده مفاهمين ان القائد احسن من اللي مش قائد. يبقى اي هرم ده اللي اعلى حته فيه سعيده جدا 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 والباقي كله بيحقد عليه ونفسه يتكعبل. الموضوع الثاني اسمه حقيقه القياده. من غيره الناس بتذبح بعض، احنا شايفين بلاوي. ده من اساسيات ما لا يسعى الانسان جهله اللي ابتدي ابني عليه بديهيات الإدارة. أنا لسه ما كانش إدارة. يعني بتكلمنا عن حقيقة القيادة إنها أفق مش رأس. ساعة ما بتعملها رأسي بيحصل هذا النوع الهرمي اللي فيه رفض، أفقي بتتسع. تمام، هنتكلم بقى وفي كلام. أنا بس أنا إيه؟ بفهم بس كده. فأنا بس أقول لك، لكن ده لما يجي نتكلم فيه نتكلم فيه بالمصري وبالبلدي كده كل حاجة. وبعدين بقى أصبح عندي كده في بقى حاجة عايز أقول لحضرتك، إنه الدكتور أحمد زويل لما خد نوبل فتسأل كده أنت ندمان على إيه؟ قال ندمان على الوقت اللي ضيعته في حياتي. فالواحد بقى عايز يرمي نفسه من البلكونة. احنا مصروف لنا صحة وعمر، دول مصروف لنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النبي عليه الصلاة والسلام يعني معنى كلامه. فأنا النهاردة في وقتي بدوره ازاي ال 24 ساعة دول. الولد لو مثلا شاب في كلية نظرية بيسمعنا، بينام قبل الفجر كده ولا حاجة ولا بقى، وبعدين يقوم من النوم الساعة 4 العصر ويذاكر قبل الامتحان بثلاث أيام عادي، وبعدين فجأة يشتغل، فيكتشف ان شغله في 6 اكتوبر وهو عايش في القاهره الجديده وخطيبته في المهندسين واصحابه يقعدوا على قهوه في وسط البلد، وهو بيبرم طول النهار برم 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 لغايه لما ينهار، صحته تقع وشغله يقع وخطيبته تقع ويترمي على القهوه في الاخر، لان هو ما اتعلمش ان في علم مهم قوي اسمه التخطيط الشخصي وفن اداره الوقت. مفيش حاجه اسمها فن اداره الوقت لوحدها، لان انا حياتي بايظه ادور ايه اصلا؟ اقعد يقول له هات ورقه وقلم واكتب. لا، في حاجه اسمها التخطيط الشخصي، 4 حاجات يوازن بيهم حياته، نتكلم فيهم. ولكن عايز اقول دلوقتي اصبح عندي فن الكلام، حقيقه القياده، معلش بقى، التخطيط الشخصي وفن اداره الوقت. تمام. 4. انا عندي حضرتك احد الفلاسفه في مصر قالوا انه الشعب الفرنسي كان نمل يمشي اسرابا، والشعب المصري كل، ومش هقول الحشره اللي قال عليها، ما تلاقيش اتنين كده في المطبخ مع بعض. انا مش موافق على الكلام ده. ولكن ايه اللي يخلي فيلسوف يقول ده؟ وايه اللي يخلي المصريين كل ما يقعدوا في قاعه مع بعض يشتموا بعض؟ وايه اللي يخلي كل ما فريق عمل يشتغل انا الرئيس لا انا الرئيس، ولما يتقابلوا بره يبقى كل واحد عايز يطير التاني؟ طب احنا ليه ابطال العالم في كمال الاجسام وابطال العالم في السكواش ومش ابطال العالم في عشان ايه بقى؟ عشان خاطر في حاجه اسمها العمل ضمن الفريق. ايه بقى الحكايه؟ هو حضرتك متخيل ان انا لما هتكلم مع الناس في الموضوع ده هبتدي اقول لهم ضروري تشتغل ضمن الفريق؟ لا،
ده موضوع بجد فلسفه. الناس اللي نجحت في العالم كله نجحت لان الموضوع ده حقيقي بشكل حقيقي. ده فيه كلام مهم جدا يعني. خمسه، حضرتك في فرق ما بين المشكله والازمه والفوضى. احنا احيانا بنحل المشكله بطبيعه الازمه، احنا شايفين دلوقتي في موضوع البترول ومش عارف ايه. المشكله لو تحتيها سبب واحد، الازمه تحتيها عده اسباب، الفوضى عده اسباب متشابكه. احنا ما نعرفش الفرق ما بين ده وده وده. في علم اسمه حل المشكلات واداره الازمات. ده المفترض، الكلام ده بقوله لحضرتك ولادنا بيدرسوه في المدارس الدوليه في سنه ثالثه وسنه رابعه ابتدائي. الواحد متحسر ان شباب العالم العربي بيدرس الكلام ده. حل المشكلات واداره الازمات، ونحطها فوق كده ونبص. يا ريت حد يقول لي ايه يا عم دي ملهاش لازمه، اللي انت بتحطها دي ملهاش لازمه. حضرتك اللي ما بيعرفش يبيع افكاره انسان كاره لمجتمعه، لانه بيقول لك مش فاهمني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك كلكم، انا عايز اقوله محدش فاهمني. هو بس ما اتعلمش ان في حاجه اسمها فن بيع الافكار، في حاجه اسمها سهم النجاح. السهم كده ثلاثه كده، ده هتتربط بالاولى بالكلام. أيوة. فن الكلام غصب عنه، علشان تبيع افكارك لابد ان تجيد الكلام. صح قوي كده. احنا دايما نقول نعمل ايه، هاك تقعد على اي قهوه ولا تركب مواصلات اللي انا نسكت تعمل ايه، بس بينسوا يقولوا نعمل ايه ونعمله ازاي ومين اللي يعمله. اخر حاجتين عندي حضرتك، اداره التغيير، واتكلمنا فيها مع بعض سوا. الانسان في التغيير بيحصل له مشكله كبيره جدا. تعال بص كده حضرتك على مثلا رموز النظام السابق. ساعه لما حصلت الثوره، الانسان في علم التغيير بيحصل له اربع حاجات. اول حاجه بيحصل له صدمه، وبعدين بقى كده يحصل له انكار، انكار، وبعدين يحصل له احباط، وبعدين قبول واقع. الكلام ده لما شفناه اول ما حصلت الصدمه، ايه اللي بيحصل ده؟ لا، وبعدين بعد شويه انكار، دي مش ثوره، دي اي حاجه، دي ما لا مش ثوره، وين احباط، وبعدين قبول واقع. طب خدوا فلوسي وطلعوني، طب اي حاجه. اللي بيحصل ده في اي تغيير في حياتنا، في انسان ممكن يعدي معاه اربع سنين ويعيش في الاحباط بالسنه والاثنين وثلاثه، وفي انسان يعدي عليه في ثلاث دقائق، الكيرف ده كله في ثلاث دقائق. اللي متعلم، انا مش بتكلم علم نفس، انا بقول لحضرتك ان في اليات للتغيير لما بيتعلمها بيغير حياته. لو بقى في الثلاثينات بقت في الاربعينات ده تغيير، لو عزل ده تغيير، لو اتجوز ده تغيير، اشتغل شغلانه ثانيه ده تغيير، بقى عضو مجلس الشعب بقى تغيير، خرج منه بقى تغيير، كل التغييرات. فحاجة اسمها إدارة التغيير. آخر واحدة فيهم ودي مهمة جدا، اسمها تحديد الأهداف. والناس تقول المفروض تحديد الأهداف تبقى نمرة واحدة. لا مش نمرة واحدة. تحديد الأهداف آخر حاجة، لأن لازم يبقى عندك قدرات عشان تعرف تحدد الهدف. هو ده. إيه الفرق ما بين الهدف الأكبر والفرق ما بين الرؤية والفرق ما بين الهدف والفرق ما بين المهمة؟ احنا عايشين في حياتنا بنحدد اهداف طول ما احنا ماشيين. صياغه الهدف يفرق معايا في تحقيقه. فعايز اقول لحضرتك دول ما لا يسع الانسان جهله، ما ينفعش الانسان ما يعرفهمش، عشان احنا ما نعرفهمش. اعرفهم وما تعملش حاجه بس اعرفهم، علشان احنا ما بنعرفهمش وعاملين نتعلم في التعليم حشائش السفنة الطويله والقصيره والحاجات دي بتاع، وسايبين المواضيع اللي هي هنعيش بيها في حياتنا بحق وحقيقي. بسبب ده احنا ماشيين بنتخبط في الدنيا، مش عارفين نتكلم مع بعض، مش عارفين ندور وقتنا، مش عارفين ناخد وندي في الكلام، حاسين المساله بايظه تماما. فانا بقول بدايه الموضوع محتاجين كل واحده فيهم نتكلم فيها كويس قوي. تمام. وارجو من الناس لو عايز تقرا، اقرا كلام اكاديمي معتبر. ارجوك ابعد عن الكلام اللي هو بتاع كيف تصبح. مفيش كيف تصبح بقى. ابعد عن الكلام بتاع ان انا اخد حاجه من بره واترجمها واضرب كلمتين، مش هتمشي الحكايه كده. الكلام جد، محتاجين بجد نركز مع بعض. يعني احنا بنعمل منهج دلوقتي، يعني الاسبوع الجاي احنا هنتكلم في فن الكلام. تمام. وناخد معاه ايه؟ انا متخيل انه يعني لو الوقت بتاعنا نتكلم تلت ساعه ولا بتاع، هيزيد ان شاء الله. نقول لهم تحت امر حضرتك، يا دوبك لو قدرنا نتكلم فن الكلام، لو حتى عايز يتواصل معانا ولا حاجه. نعم. عشان يبقوا فاهمين ان الاداره ليس لها علاقه بالشعوذه. ملهاش علاقه ان انا اجمع، لان مره واحد بعت لي على الفيسبوك قال لي انا في التغيير حضر يعني كورس تغيير، وقفوه ربع ساعه يقول انا هتغير، انا انسان كويس، انا هتغير، انا انسان كويس. فقلت له يا حبيب قلبي حقك عليا، انا مش قصير ازعه. بالظبط. بتضحكوا على الناس، فده مش مناسب. لا احنا عايزين نقول دي بديهيات نبني عليها علم الاداره. لما هنتكلم بالتفصيل الناس هتحس اه والله كان فين الكلام ده علشان حياتي. وفي علم الاداره الحديثه بطلنا نكلم الناس على الشغل، لا ياخد الكلام ده يطبقه في بيته، لانه لو بقى قوي في البيت لما يخرج الشغل هيعمل ده بشكل كويس. طيب
المسألة واقفة عند سني، يعني أنا في سني مثلا لما باجي أتعلم لغة إنجليزية عشان أبقى كويس وأعرف أتكلم وحاجات كده، أبتدي وأروح هنا وأروح هنا وأروح هنا وبعدين أقول أنا كبرت. المسألة هذا النجاح أو تحديد الخطوات ليه مرحلة فأقول عدتني، ولا هي عند الشاب الصغير زي الراجل الكبير زي الراجل العجوز؟ والله يا فندم يعيش المعلم ويتعلم. المسألة ملهاش علاقة بالسن، المسألة ليها علاقة بالرغبة. هل أنا من جوايا بجد عايز أساعد ابني أو بنتي؟ طب أنا كنت شايف ساعده عشان ما عنديش الحتة دي، هاخدها وأخش أساعده. أنا أعتقد المسألة مش مسألة، ما هيقول لك أنا بتعلم ده كله عشان أعمل إيه؟ مفيش فرص عمل، مفيش، كله بالواسطة، أنت يعني اللي بيشتغلوا دول كلهم متعلمين فن الإدارة؟ أنا هقول نتعلم ده علشان نرضي ربنا في معاملاتنا مع الناس اللي حوالينا، على الأقل ما نأذيهمش. ده فن الكلام، أنا ممكن أشرخ قلب بني آدم. فعلى الأقل لو فكرت بالطريقة دي هتكتشف إن ده مش أقل ولا حاجة، ده دي أعظم حاجة، وخد كل اللي تحتها بعد كده. أنا مبسوط جدا، يعني أنا بزعل كل ما استمتع معاك، بزعل إن الوقت بيخلص، لكن إن شاء الله من الأسبوع الجاي هنوفر وقت أطول من ده. ربنا يبارك فيك وبشكرك جدا. العفو. فعلا ميعادنا الأسبوع الجاي هنتكلم في فن الكلام مع دكتور إيهاب فكري. بشكركم جدا، تصبحوا على خير. سؤالنا كان على الفيسبوك عن قرارات اتحاد الكرة على النادي المصري والنادي الأهلي، 47% موافقين عليها، 53% رافضينها. معنا نتيجة حتى الغد. غدا حلقة جديدة من ممكن، وكل شيء بينا إن شاء الله هيكون ممكن علشان أنت وأنا والبلد دي تبقى كويسة. تصبح على خير.